الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قاله العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير أشهد أن لا إله إلا الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء ظاهر ليس فوقه شيء باطن ليس دونه شيء سبحانه سبحانه ظاهر في بطونه باطن في ظهوره أول في آخريته آخر في أوليته قهر الزمان بالأولية وقهر الفناء بالآخرية وقهر المكان والظهور بالظاهرية والباطنية فسبحانه سبحانه لا يحده زمان ولا يحويه مكان بل هو الذي خلق الزمان والمكان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين أعلم الخلق بالله وأخشى الخلق لله نبي الأنبياء ورسول الرسل أما الأنبياء في الأرض وأما الملائكة في السماء نبينا لو لم يكن أفضل الورى ما أما في أرض ولا أما في سماء فاللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عنا معهم يا رب العالمين ولا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما في هذا اليوم المبارك الذي اجتمع فيه وقفة عرفات واجتمع فيه يوم الجمعة هذه الوقفة التي تذكرك بوقوفك بين يدي الله عز وجل للحساب فراجع نفسك وقف مع نفسك هل أنت مستعد؟ وإن لم تكن مستعد فابدأ وتيقظ وتب إلى الله واستعد لهذا اللقاء فإن الله يكرره كل عام يأتون الناس من كل فج عميق في ثياب تشبه الأكفان يقفون في صعيد واحد يشبه المحشر حتى تذكر الناس يوم الحشر ويوم البعث ويوم النشور ويوم العرض ويوم المناقشة حتى يفيق الإنسان من غفلاته ومن شهواته ومن تشويش هذا العصر الذي كثر فيه الكلام وكثرت فيه الشبهات فشوشت الإنسان حتى عما يصنعه بيده وعما أقامه الله فيه فعليك أيها المسلم أن تكون متيقظا حيث يغفل الغافلون وأن تكون مهتديا حيث يضل الضالون فإن الله حباك واجتباك واصطفاك لهذا الدين الذي هو خير دين بل هو الدين الذي لا يقبل غيره الله سبحانه وتعالى
إن الدين عند الله الإسلام، واصطفى لك سيد المرسلين ليكون نبيا لك، مبشرا ونذيرا وشافعا وداعيا إلى الله وسراجا منيرا، واعلموا أن فيكم رسول الله. عليك أيها المسلم أن تفيق مما أنت فيه، وإن كنت من أهل الطاعة فاستزئ من الطاعات، وإن كنت من أهل المعصية فبادر بالتوبة وأقلع، فإن الله سبحانه وتعالى يجدد عليك الأزمنة حتى يجدد عليك فرصة الرجوع إليه سبحانه وتعالى. هذا اليوم المبارك الدعاء فيه مستجاب، فعليك أن تكثر من الدعاء، وأيضا يسن فيه الصيام لغير الحاج، فإن صيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية والسنة الباقية، أي يكفر سنتين، وهو خير يوم طلعت عليه الشمس. ومن فضيلة هذا اليوم أن ليلته تأتي بعده، ليلته تأتي بعده، لأن من وقف في عرفات في ليلة النحر يكون قد أدرك الحج، فكأن الليل الذي يأتي بعده يلحق به، فهو يوم له ليلتان، ليلة سابقة له كسائر الأيام وهي الليلة السابقة ليلة عرفة، وليلة أخرى تلحق به تأخذ نفس حكمه وهي ليلة النحر. فمن أدرك لحظة في عرفات محرما ملبيا ناويا الحج قبل طلوع فجر يوم النحر انعقد حجه وصح حجه. ولذا لخص صلى الله عليه وآله وسلم الحج كله في قوله الحج عرفة، لأن عرفة فيها تحديد المكان والزمان، فمن أدرك المكان والزمان فقد أدرك الحج. أما الطواف وسائر أعمال الحج فيبدأ زمنها بعد الوقوف بعرفة، فلا طواف للحج إلا بعد الوقوف بعرفة، ولا رمي للجمرات إلا بعد الوقوف بعرفة، ولا نفر إلى المزدلفة إلا بعد الوقوف بعرفة، وما سبق عرفة كلها سنن، كالمبيت يوم التروية في منى، أو طواف القدوم، أو حتى العمرة التي يفعلها الحاج المتمتع قبل الحج، كل ذلك سنن. ولكن الحج حقيقة يبدأ بيوم عرفة، ويبدأ يوم عرفة من حيث نسك الحج بعد زوال الشمس، فلا يصح الوقوف بعرفة من فجر هذا اليوم، ولكن عليك أن تنتظر حتى تزول الشمس، أن يدخل وقت الظهر ويستمر وقت الوقوف إلى طلوع الفجر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا جميعا هناك في عرفات، حيث نلبي مع الملبين ونذكر مع الذاكرين ونحج مع الحاجين، وأن ييسر لنا زيارة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما حيينا. اللهم وفق حجاج بيتك الحرام إلى الدعاء المستجاب، واجعلهم شافعين لنا يا رب العالمين، ولأهليهم ولأمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ولأنفسهم، واقبل شفاعتهم لنا ولسائر الناس يا رب العالمين، واذكرنا على ألسنتهم يا أرحم الراحمين، ولا تحرمنا أجرهم يا رب العالمين، فإننا عزمنا على ذلك ونوينا، ولكن الموانع كانت خارجة عن إرادتنا، ونية المرء خير من عمله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبنا بنوايانا، فإن الله سبحانه وتعالى كريم يعطي للعبد بنيته ما لا يفعله. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، شعار الحج وذكر الحج. لبى بمعنى أقام، وبمعنى استجاب وأجاب، وبمعنى أحب، وكأن هذا الدعاء فيه الإجابة والإقامة على الإجابة وسرعة الإجابة مع قيام الحب في القلب، فأنت تستجيب لربك وأنت محبا له، لست مقهورا وإن كنت مقهورا، ولكن أنت تذهب إليه طواعية محبا لذلك، وإن كان هو القاهر فوق عباده سبحانه، إلا أن الله لو كان يريد أن يقهرك
لخلقك على ما يريد هو سبحانه وتعالى من كمال الإيمان، ولكن خلقك ولك مشيئة ولك إرادة، وأحبك أن تأتيه وأنت مريد وأنت مشيء وأنت محب، لا تأتيه وأنت مجبور. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ فلا تكره الناس، لم يرد الله لهم الإكراه، خلقهم أحرار. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي وما تشاءون أي لا يكون لكم مشيئة، إلا أن يشاء الله أن تكونوا لكم مشيئة، وقد خلقكم ولكم مشيئة، ويريد منك أن تعبده بإرادتك ومشيئتك، لا بقهره ولا بقوته سبحانه وتعالى. فعليك أن تأتي إلى الله بالحب، تذكر كلمة لبيك التي فيها الحب والتي فيها الإقامة والتي فيها المسارعة، ولأن الله سبحانه وتعالى يقول سارعوا ويقول سابقوا إلى مغفرة من ربكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا بأن نتعجل في الطاعات وأن نتأخر في المباحات، يعني إذا حدثتك نفسك بأمر مباح عليك أن تتروى، وإذا حدثتك نفسك بأمر فيه طاعة فعليك أن تتعجل، فإن العجلة في الطاعة مذمومة والعجلة في المباح مذمومة، لأن الله سبحانه وتعالى يريدك أن تكون متعجلا إليه. ولذا قال سيدنا موسى وعجلت إليك ربي لترضى، فالله يحب أن تعجل إليه وأن تفر إليه وأن تقبل عليه، فكن من هؤلاء الصالحين المقبلين على الله، لا بطاعة واحدة بل بطاعتين، لا بإقامة واحدة بل بإقامتين. فالتكرار يدل على التأكيد، لبيك مثنى لبى، وكأن تقول أنك تجيب إجابة بعد إجابة، لا إجابة واحدة بل إجابة بعد إجابة، تتكرر الإجابة ما دمت حيا في حياتك مكلفا حتى يتم لك التشريف حال انقضاء عمرك. سن لنا الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه لمن لم يحج أن يكون ذكره بدلا من التلبية تكبير الله وتحميد الله وتهليل الله والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل مشروعية تكبير العيد على مذهب الشافعية والمالكية وقول عند الحنابلة من فجر يوم عرفة وينتهي إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. أما الأحناف فيدخل وقت التكبير عندهم، وهو القول الآخر للحنابلة، من فجر يوم النحر أي من غد. ولما كان أهل مصر أغلبهم مالكية وشافعية فشاع بين الناس أن أهل مصر يكبرون من فجر يوم عرفة، يكبرون دبر الصلوات، ويكبرون سواء كانت الصلاة مفروضة أو صلاة نافلة، يعني إذا صليت النوافل تكبر أيضا، لا تنتظر التكبير حتى تصلي الفريضة فقط، بل يسن التكبيرات العيد بعد كل صلاة تصليها سواء كانت الصلاة فريضة أو صلاة نافلة حتى غروب آخر يوم من أيام التشريق. ويسن أيضا تكبير العيد عند تغير الأحوال من صعود أو هبوط، يعني كلما صعدت السلم أو ركبت مثلا مصعد العمارة التي تسكن فيها فأنت تصعد وتنزل، فعند الصعود والهبوط يسن تكبيرات العيد. وعند التقاء الرفقة، عندما تلتقي بأقاربك وعندما تلتقي بأصدقائك يسن أيضا التكبير للعيد، ويسن أيضا تكبير العيد عند إرادة النوم وعند الاستيقاظ من النوم. وكأن شعار المسلم في هذه الأيام هو تكبير الله، وهو أفضل ذكر يتعبد به لله في هذه الأيام. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، إلى آخر التكبيرة الطويلة المعروفة عند أهل مصر، والتي عندما جاء الإمام الشافعي إلى مصر وجد أهل مصر يكبرون هذه التكبيرة الطويلة المعروفة ويصلون على النبي بالصيغة المعروفة،
فقال الإمام الشافعي قولته المشهورة: وإن زاد كما يزيد الناس فالأمر واسع، ولا تلتفت لمن يضيق على الناس الأمور الواسعة، فإن الله قال: اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فمن ضيق الواسع يكون هو الذي ابتدع على الناس وابتدع دين لا يعرفه أهل الإسلام. فهناك من يتحجر على صيغ معينة، وهذا التحجر تضييق لواسع، وتضييق الواسع يجعل الأمر فيه حرج، وما جعل الله على الناس من حرج. فعليك أن تكبر مع الناس كما يكبرون، ولا تعترض عليهم ولا تفرض عليهم صيغة دون صيغة، فالشرع جاء بصيغة نموذج وليس على سبيل الإلزام، نموذج للصيغة، ولك أن تضيف وأن تستزيد ما شئت، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نذكره ذكرا كثيرا. ويسن فيها أيضا الجهر، ويسن فيها أن تكون في المساجد وفي البيوت وفي الشوارع وفي الأسواق، ويكون شعار المسلمين في هذه الأيام هو التكبير، كما أنه هو شعارهم في الأذان، كما أنه هو شعارهم في حياتهم الدنيا وفي كل أمورهم. فالله أكبر من كل شيء سبحانه وتعالى تقدمه على نفسك وعلى رغبتك وعلى شهوتك، حتى تتزكى وتصح عبادتك وتصح حياتك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بحقائق أهل القرب، وأن يسلك بنا مسالك أهل الجزم. اللهم وفقنا وسائر المسلمين لما تحب وترضى، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، ومن بين ما تعبدنا الله به في هذه الأيام إن كنا غير حاجين، الاستعداد ليوم النحر بالأضحية. وأمرنا أن نتنافس في سعرها، أي في جودتها، والناس الآن يتنافسون في أسعار ما يستعملونه ويستهلكونه من أمور دنياهم. وإذا أراد أن يشتري الأضحية يبدأ يبحث عن أرخص سعر، فعليك أن تعكس الأمر. إذا أردت أن تستعمل أمور الدنيا فاسترخص، وإذا أردت أن تفعل عبادة لله فاختار أغلى شيء وأفضل شيء، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فإذا ذهبت للسوق لتشتري الأضحية فاسأل عن خير الأنواع وأفضل الأنواع وأغلى الأسعار. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنافسوا في سعرها. تنافسوا في سعرها أي لا تذهب فتشتري المتردية والنطيحة والسنكوحة والضعيفة والهزيلة والعوراء والعرجاء، هذا لا يليق بك أيها المسلم، فإنها ركوبتك يوم القيامة على الصراط، هي التي تجوز بك الصراط. فاختر ما يجوز بك الصراط، كما تختار السيارة التي تريد أن تركبها، وتختار الثوب الذي يريد أن تلبسه، وجهاز المحمول الذي تريد أن تشتريه. وكلما ظهر نوع جديد تنافست فيه. نتنافس في أمور الدنيا، وإذا ذهبنا لنشتري العبادات التي أمرنا الله بها نتنافس في رخصها. ويقول: عليك بالصك، فإن الصك رخيص. إذا ذهبت للسوق لا تستطيع أن تضحي بخمسمائة جنيه أو ستمائة جنيه، إذا ذهبت للسوق تدفع كذا وكذا، ولكن عند شراء المحمول أو شراء الأمور التي تخصك تدفع، وتدفع ما شئت. عليك أن تغير هذه العادة، فإن سنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم أنه في العبادات ينفق خير ما عنده، وفي الأمور التي يستعملها لنفسه في أمور دنياه كان يتزهد فيها، ويأكل القليل ويلبس القليل وينام القليل،
وكان أساس بيته القليل. هكذا كان النبي وهو أغنى الناس، أغنى الناس بالله، كان لا يرد سائل صلى الله عليه وآله وسلم. وبالرغم من ذلك كان في أمور الدنيا متقللة. انظر إلى هدي نبيك في حجه، عندما أراد أن يحج ساق معه 60 ناقة من المدينة إلى مكة، واتفق مع سيدنا علي الذي كان في اليمن أن يأتيه 40 ناقة حتى يكتمل 100. فنبيك عندما أراد أن يحج نحر 100 بدنة، 100 جمل صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما أراد أن يركب للحج ركب على رحل رث، يعني رخيص، وقال لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة. هكذا كان نبيك صلى الله عليه وسلم يسوق الهدي أعداد كبيرة. لم نسمع أن هناك أمير من الأمراء أو غني من الأغنياء ساق معه أو نحر هناك 100 ناقة، ولكن إذا أراد أن يحج يحج الحج الفاخر الذي يتنعم فيه من حيث الإقامة ومن حيث الطعام والشراب. وإذا أراد أن يذبح هديا يبدأ يبحث عن أرخص أنواع الهدي. شيء عجيب هذا الشح العجيب، والبذخ في أمور الدنيا والشح في أمور الآخرة. هذا مما نلاحظه الآن في مسلمي هذا العصر. فعليك أن تتسنن بسنة نبيك، ما كان لله وللآخرة فتنافس فيه واذهب وأتي بأفضل شيء، وما كان لأمور استهلاكك الخاص فاكتفي لي بالقليل الذي يؤدي المهمة ويكفيك ذاك. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذلك، وأن يوسع في أرزاقنا، وأن يتقبل أعمالنا، وأن يزهدنا في أمور دنيانا ويراقبنا في أمور أخرانا، وأن يتقبل ذلك منا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم يسر أمورنا واستر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا نحن وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الكفرة أعداء الدين، وألف بين قلوب عبادك المؤمنين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يسر هذا الموسم على الحجاج يا رب العالمين. اللهم أعنهم على أداء مناسكهم على الوجه الأكمل يا رب العالمين، وتجاوز عن سيئاتهم وألهمهم رشدهم، وتقبل دعواتهم يا رب العالمين، واذكرنا على ألسنتهم، واقبل شفاعتهم فينا وفي سائر من شفعوا فيه يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم، واجعلنا معهم في الثواب يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تذل الشرك والمشركين. اللهم اخذل الكفرة أعداء الدين. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. آمنا في أوطاننا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين. سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعدوتك من خالفك. اللهم ما قصر عنه رأينا وضعف عنه عملنا، ولم تبلغه أمنيتنا من خير وعدته أحدا من خلقك، أو خير أنت معطيه أحدا من عبادك، فإنا نرغب إليك فيه، ونسألكه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد، والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، المفين بالعهود إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكلنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. اللهم إنا نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السافرة للقلوب عن مطاعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. اللهم انصرنا على القوم الكافرين. اللهم زكي نفوسنا، نسألك قلبا سليما، ونسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا، نسألك إيمانا في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا،
ارحم موتانا وموتى المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفرج الكرب عنا وعن المكروبين، من أمة سيد المرسلين، واقض الدين عن المدينين، يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا ومشايخنا وعلماءنا وسائر من أحبنا وأحببناه في الله وكل من خالفنا وخالفناه من المسلمين، اللهم اغفر لهم وردهم عنا يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين، إنا نسألك يا ربي رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وسبحان الله رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك مجيبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والعصمة من كل ذنب، والغنيمة من كل بر. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عدوا إلا خصمته، ولا غاهبا إلا رددته، ولا عاصيا إلا تبت عليه وعافيته، ولا حاجة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. رب انصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر هدانا إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك مسلمين، لك منيبين، بك مؤمنين، فيك واثقين، عليك متوكلين، وإليك مفوضين. رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وسدد ألسنتنا، وثبت حجتنا، واسكن سخيمة قلوبنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم اكفنا نحن وسائر المسلمين السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. يا نعم المولى ويا نعم النصير، غفرانك ربنا وإليك المصير. اللهم صلِّ صلاةً كاملة، وسلِّم سلامًا تامًا على نبيٍّ تنحلُّ به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام وجهه الكريم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمدٍ وعلى آله، صلاةً تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.